مع بدء العد التنازلي للسباق الانتخابي، يتساءل أهالي ديالى عن الأموال الطائلة التي تصرف من قبل بعض المرشحين، رغم أنهم يدعون الاستقلالية، فهم يرشحون كمستقلين لكنهم مدعومين من جهات حزبية، وبعضهم مدعوم من القوائم الكبيرة أيضا، وهذه القوائم احتكرت الأموال في السنوات السابقة من خلال سيطرتها على العملية السياسية وما جنته من المال السياسي. العراق انفرد في قضية مهمة جدا، وهي استشراء الفساد في كل المؤسسات، مؤسسات يعني نقول مؤسسات الدولة منذ 2003 وإلى الآن، ولم تحقق أي نتيجة إيجابية لصالح الناس ولصالح الحفاظ على المال العام. هذا الموضوع ربما ينعكس أيضا على قضية دعم المرشحين. فنقول دائما يجب أن يفعل مبدأ من أين لك هذا، إن كان مرشحا مستقلا أو إن كانت كتلة أو غير ذلك. الشارع العراقي وشارع ديالى حاليا يتساءل انه هاي المرشحين منين تجيب هاي المبالغ الطائلة. زين، انت من ترشح كمستقل وتجيب 250 مليون على مؤتمر واحد، الشارع راح يجي يسأل يقول لك هاي منين جبت هاي الفلوس انت، وانت تقول اني كمستقل. هذا وقال مراقبون بأن المال السياسي سيستخدم في هذه الانتخابات من خلال الدعاية والمؤتمرات الانتخابية التي تعقد بدعم القوى والكتل الحاكمة، لا سيما بأن هنالك ضعف واضح لدى القوى المستقلة في مواكبة العملية الانتخابية بسبب غياب تكافؤ الفرص. بدأت الحملة الانتخابية على مستوى شارع ديالى وعلى مستوى الكتل والأحزاب والتحالفات المشاركة في هذه الانتخابات، ويبدو واضحا وجليا أن هناك مالا سياسيا كبيرا سيوظف في هذه الانتخابات من خلال هذه الدعاية الانتخابية البادخة التي تعمل عليها القوى والكتل السياسية الكبيرة خاصة، لا سيما أن هناك ضعفا واضحا لدى القوى المستقلة ولدى العناصر المستقلة من مواكبة هذه الانتخابات، لأنه غياب موضوع عدم تكافؤ الفرص بالانتخابات يؤدي إلى شرخ في التنافس الانتخابي. مع اقتراب الانتخابات تتزايد سخونة الدعايات الانتخابية مع إطلاق التحذيرات من استغلال المال العام في الترويج لصالح شخصيات متنفذة. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائي.